أهلا وسهلا بحضراتكم وتغطية جديدة من موقع صدى البلد الإخباري. الحقيقة أن الناس من يوم الخميس اللي فات بعد تحريك أسعار السولار في السوق المصرية بدأت الناس في مصر تتكلم بشكل يعني غريب وملوش أساس من الصحة على أن سعر رغيف الخبز، طبعا حضراتكم عارفين ان السولار بيستخدم في بعض الافران اللي يعني بتنتج الخبز البلدي المدعم اللي هو الخبز التمويني، وان سعر الخبز ده هيرتفع مع تحريك السعر اللي حصل في السولار، وان رغيف الخبز مش هيبقى بخمس قروش، وطلع كلام وطلع حاجات على السوشيال ميديا يعني ما انزل الله بها من سلطان. صحيح سعر السولار زاد، صحيح ان زاد بقيمة جنيه، لكن هل حد قال ان رغيف الخبز هيرتفع؟ هو المفترض انه يرتفع، يعني خلينا ماشيين مع بعض بس واحدة واحدة كده بالمنطق. من المفترض انه يرتفع ليه؟ لان دي تكلفة انتاج. النهاردة تكلفة الانتاج هتزيد على الافراد، لما كان قبل ما يزيد وبعد ما زاد في فرق جنيه، جنيه طبعا في اللتر. طيب شوف الفرن بقى بيشتغل على مدار اليوم بيستهلك قد ايه، على مدار الشهر بيستهلك قد ايه، وبالتالي تكلفه رغيف الخبز هنا زادت. كلام منطقي انا معاكم، لكن الحقيقه والواقع ان وزاره التموين كانت اعلنت انها هتتحمل هذا الفارق ما بين السعر القديم والجديد ومش هتحمله للأفران، وبالتالي الأفران مش هتزود سعر رغيف الخبز المدعم وسيظل. يعني ده المهم، أو دي النقطة المهمة اللي احنا حابين نأكدها لحضراتكم من خلال يعني هذه التغطية. سعر رغيف الخبز المدعم سيظل بخمس قروش. طيب التكلفة هتيجي منين؟ التكلفة تتحملها وزارة التموين عن طريق هيئة السلع التموينية. تيجي ناس يقول لك طب كان ليه الزياده من الاول؟ ما هو الزياده دي ليها قصه تانية تتعلق بوزاره البترول. خلينا برضو يعني نوضح لحضراتكم، وزاره البترول والثروه المعدنيه اعلنت في بيان طبعا على خلفيه تحريك اسعار السولار ان يعني اسباب هذه الزياده في اسعار السولار انه يعني محليا ونظرا لارتفاع اسعار المواد البتروليه عالميا وارتفاع ايضا سعر صرف الجنيه امام الدولار خلال الفتره من يوليو 2022 حتى ابريل 2023، وده طبعا بسبب تداعيات التحديات العالميه الناتجه عن الازمه الاوكرانيه، الدوله كانت بتتحمل الدعم الموجه. بس خلي بالكم برضو المواد البتروليه الدوله بتتحمل فيها نسبه دعم، وخاصة في السولار نسبة كبيرة. الدولة كانت بتتحمل يعني هذه التكلفة بالفارق بين الأسعار العالمية والأسعار اللي بتباع بها محليا، الفارق ده كانت بتتحمله الدولة. تمام، الدعم اللي موجه بقى للسولار وحده كان قد إيه؟ كان قبل الزيادة، قبل قرار الزيادة اللي هي الزيادة اللي كان قيمتها جنيه اللي كانت يوم الخميس اللي فات، كان 222 مليون جنيه. امتى؟ في السنة؟ في الشهر؟ لا، يوميا 222 مليون جنيه يوميا، بما يعادل 6.7 مليار جنيه شهريا، بإجمالي 80 مليار جنيه كمتوسط دعم للسولار بس بتتحمله الدولة كل سنة. 80 مليار جنيه لمنتج السولر. بعد فكان في ضروره بقى بعد ما يعني التحديات زادت والازمات زادت، كان في ضروره ان يحصل يعني نوع من التحريك. هل التحريك ده يخلي الدوله يعني ترفع ايديها عن دعم السولر؟ لا طبعا، يعني الدوله ما زالت تدعم المواد البتروليه وتدعم السولر بشكل خاص، يعني بشكل اكبر كمان من المواد الاخرى. والسولر الحقيقة مازال بيكلف الدولة حوالي 178 مليون جنيه يوميا، بدل ما كان الرقم ده بعد التحريك، بدل ما كان الرقم 222 مليون جنيه يوميا بعد ما حركنا، بقى بيكلف الدولة يعني مازال
في دعم كبير جدا من الدولة، ويعني عايزين نحسبها مع بعض شهريا هو حوالي 64 مليار جنيه شهريا ما زالت تتحملهم الدولة، طبعا عن فرق سعر السولار عما كان عليه، وبالتالي كان في ضرورة لتحريكه. أما رغيف الخبز اللي هو مرتبط إنتاجه بالسولار اللي الناس خدتها بالمنطق، ما هو مش كل حاجة ماشية بالطريقة دي، لا هو سعر السولار ارتفع أو تم تحريكه، لكن مش بالضرورة رغيف الخبز التمويني هيرتفع معاه، لأن الدولة في ثوابت عندها وإجراءات حماية اجتماعية معينة هي بتتحملها عشان المواطن برضو في ظل الأزمات، يعني ده دور الدولة، والدولة يعني لم تتخلى عن دورها. وبالتالي موضوع إن رغيف الخبز التمويني المدعم هيرتفع سعره ده مش صحيح على الإطلاق، زي ما قال وزير التموين سيظل عند سعر 5 قروش، وبقية فرق التكلفة تتحمله هيئة السلع التموينية. حبينا نعرف حضراتكم على حقيقة هذا الأمر، لأن طبعا رغيف العيش ده يعني أهم حاجة عند المواطن المصري، وطبعا يعني الإشاعات والشائعات حوله كانت كتيرة جدا خلال اليومين اللي فاتوا. نشكر حضراتكم طبعا في نهاية هذه التغطية، وانتظرونا في تغطيات أخرى من موقع سبنا.